اوكي، اهلا وسهلا بالجميع. الجزء الثاني من الماكينه، التصميم والتصنيع متاعها اللي حكينا فيها، متاع الكرات متاع البسكوي. باخر مره وصلنا عملنا الزوز سيلندروات هذوما والرولمونات ولا المدحرجات ولا البيرنج متاعها. باهي، تو باش نكملوا بقية الماكينة، الفريم ولا الستركتور. إذن باش نعملوا بيس نسموها اس تي ستركتور، شفنا فيها نحطوها في الأوريجين. اوكي، طول نبدلوها من الانش للمليمتر، الجرام إلى آخره. باهي، متريك باش نجيو لنا. باهي، أول شي دونك قبل ما نعمل هذا لازمني نضمن الالينيمون بتاعهم تاع لي بيرينج الكل. باهي، دونك هذا نفس البلان بتاع هذا. نرجع ال اس تي هذه. نفس البلان هذايا باش نعمل بروجيكسيون. هذه الفاس هذه بيه. تقريبا الوسط هو هذا، باش نبعد شوية منه. نفس العملية باش نعمل بروجيكسيون لهنا. هذا منتصف، نحصر الديمونسيونات نخليها منها لنا تطلع 30 مليمتر. ما يقلقش، خليها تطلع زي 30 مليمتر. نفس الشيء 30. بعد تقريبا فقط نثبت اللي هذا ملصوص في نفس ال نزيد سكتش آخر. الاتجاه الثاني باش نعملو بروجيكت للخط هذا، بروجيكت للخط هذا.
فينيش. لهنا باش نستعمل باش نبدل المود اوف نور، باش نستعمل فير بلا ولا فلات بار 40 بار 5 40 مليمتر عرض وثخانة 5 مليمتر. هكا دونك قبل ما نعمل يبدو انه عندنا مشكلة، لازم نحطو هذا مزوز البيرنج هذا في نفس البلان بتاع هذا بتاع الوريجي. زيرو دجري 180 دجري. شكل كيف نخزره من فوق يبدأ كل شيء مستوي. بولت نعمل انسرت فريم كما حكينا، فلات بار ميديان نجمو نزيدو نبعدو ولو انه لهنا زيرو، اما مش مشكل باهي خلو هكاك. اما نجمو نعملو نزيدو نبعدو مثلا 5 مليمتر، وبعد كيف نكبسو من البولون يزيد يطبعوهم على بعضهم. اما مش مشكل نجمو خلوه توا 0 مليمتر، وبعد توا في اللحام نلعب عليها العملية ذيك. باهي اوكي، هذا لا يولي ماشي من الاتجاه الاخر هكا اوكي، ويقعد عنا هذا اوكي. باهي دونك توا لو عنا أربعة فربلا اللي هما باش يلصقوا فيهم البيرينج نتاعهم الرولمونات، نجمو نجيو الفربلا هذوما نعملو ايديت نصورو فيهم سكتش، جيست نعملو بروجيكسيون للسيركل هذيك وللسيركل هذي، نعمل النقطتين اللي بيشدوا مش فيكسيو فيها فينيش. اكسترود اوكي، نفس الشيء بالنسبة لهذا، كرروا نفس العملية. بروجكت هذي يعني قداش فاصل 5 مليمتر تقريبا، طول نستعملو بولون دو 10 هكا هكا. اكسترود اوكي، فينيش نرجع لهذا نعمل بروجكت اكسترود اوكي، فينيش نرجع لهذا طبعا بروجكت اوكي
اكسترود منه اوكي. فينيش باهي نرجعوا لل اس تي هذه ستريكتور، نعملو الواحد انفيزيبل باش ما يعطلناش، ونسكروا لي بلون هذا ما يكون نحولهم فيزيبيليتي. باهي دونك توا اش ولا عندنا نجمو هذم نعملو نفس ستركتور، نجم نحطها خضراء ولا زرقاء ولا صفراء ما يقلقش. اذا ولا عنا 4 فير بلا اليوم نمشي نلصقو فيهم البيرينج. طبعا البولونات نجمو نتحكمو فيهم، نطلعوهم ونهبطوهم ومن بعدهم معناها هكا وهكا تبعد، هكا وهكا ولا تطلع وتهبط، نفس الشيء منها هكا وهكا ولا تطلع وتهبط. مفيد كي تكبسهم على الاخر، تكبس هذه كونتر هذه، الواحد يكون لهنا طنجونت باش ما يغفصوش بعضهم. لهنا فما عندنا الكوتا دي بريسي على الاخر، لازم الحام تاعها وكل شيء يكون محسوب بالصحيح. سيف ريماند اوكي، سيف يس. طيب باش نعملو الطاولة، نرجعو الاس تي هذي، نفترض هذا القاع نتاعها، نعملو بروجيكسيون الأربع رص اللي واقف عليهم الماكينة، بعد باش نعملو كواترو. ناخذ الديمونسيونات نحطو منا لنا مثلا 10 100 لنا 10 سنتي، الباقي لا يعني فينيش روتر. نستعملو تيوب كاري ولا سكوير تيوب ولا سكوير، كارونت بار، حتى كارونت بار 3 مليمتر ما يقلقش يكون صحيح. عن التيوب هذايا خلينا نشوفوه على جنب، دونك نحب نحطوه في الكوان هذا، في الكوان هذا اوكي. التيوب الثاني اوكي، اوكي هذا التيبات متاعنا، جوست باش نحيو التداخل اللي ما بيناتهم. هذا ابليكي باش نعملو بيناتهم 45 دوغري، نفس العملية هذا وهذا باش ما يقعدوش داخلين في بعضهم هكا، بياسة الأولى وبياسة الثانية اوكي. اوكي باهي، دونك هذه ولات عنا طاولة. نجمو نكررو نفس العملية العملية للفوقاني،
لا نعملوه فيزيبل، مش ناخد الستركتور هدية. هذه ايه، هذه ونعملو له ميروار على البلان هذا. اوكي نثبتو في الخدمة امريكا ولا اوكي امريكا، كل شيء امريكا. نرجع نحو الفيزيبيليتي متاع البلان سيميتريك ونجيو الاس تي هذه فينيش. نجم نحط الطاولة هذه نحطهم الكل في نفس اللون، هذه كلها ستركتور ميكانيك ولا ستركتور ميتاليك اللي هي باش تهزلنا الماكينة. طبعا من هذا باش يكون الحام، باش نحطو النجم نحطو لنا من غير ما ندخلوا في الصدور شمنا فيه، خلي يعني واضحة هذيك بس الحب بيه. توا جست نعمل ساقين، نرجع للاس تي باش نحي البلون هذايا، نحي الفيزيبيليتي البازة الوطنية. نزيد في الطول باش نعملو الطول مثلا، هو منين باش يحط الطبق متاعو، نحطو مثلا 10 سنتي. هو الأصح باش يحسبنا صحيح. هذه الصا نحط الديمونسيون منا، نرجع نعمل بروجيكسيون على الباز، نحط ديمونسيون منا لنا 10 سنتي منا. عشرة سنتي فينيش. اوكي نرجع الجهة الخلفية ولا اللي من تاني، جست نعمل نفس البروجيكسيون. اوكي فينيش. نرجع للستركتور نختار الرجل هذي، اوكي كيف فينيش. هذا من الاربع ساقين بتاع الماكينه، نجم نقصهم
نعمل تريم هيك اخيرا. هذه الاصفر دونك باش يتقسم دونك الازرق هو البنو هذايا والاصفر هو هذا. تريم اكستاند الازرق باش نقصوه على حساب الاصفر. اوكي نكرر نفس العملية. الازرق باش يتقص على حساب الاصفر. فاس هذي اوكي. عندنا تقريبا الساقين كلهم اتقصوا. بعد النجم نعملوا الطاولة تكون ريجلابل والا تكون نعملوا جوست بوشون لمحل يتباع هو البوشون لوتان. اما نجمو نعملوا موديفيكاسيون نحنا تو نصوروه. مش مشكل تقريبيا معناها بروجيكت. مليمتر حتى دي ستاند يعني كررت نفس العملية للأربع. اوكي نرجع للإكسترود دونك نفس الفاس هذه. نطلع بها سنتيمتر حتى زوج سنتي. اوكي دونك ولات عندنا لهنا ساقين نجمو نعملوهم ثريد ثريدد. اوكي نجمو نزيدو
une base maintenant 30 alcool. المحل هذا يتباعوا حاضرين، معناها ما تستحقش انت، اما اني تصورها مجيش باش نفهم باش ناخذ فكرة على المنظر متاعها، اما هم يتشربوا حاضرين ويتحطوا حتى عملوا اكسترود. عشرين قلكش نحطو حتى 15 سنتي ونص. اوكي ما تجيو نعملو شونفري ثمانية شونفري بثمانية للكل. تقريبا مش تكون حاجة كيما هكا فينيش، نرجو البيس هذه ما يقلقش، نجم نحطو توا نبدلو اللون متاعها. نرجع للاس تي هذه، نفسخ البلان هذا الكل وسكتش حلو فيزيبيليتي. تقريبا هذه ولات الطاوله نتاعنا، لو اني لازمني نركح الجراوند، الجراوند ماهوش جراوند بلان السيتينج. بيت نرجع له بعد الجراوند دي، ندخل نبدله من توا هذه كسي بون. نستعدو توا للبارتي الاخرى اللي هو باش نجيبو الموتورات. هذا موتورات 12 فولت موجودين يتباعوا حاضرين، دونك اني جبتهم صورتو جبتو. دونك لان عندنا زوز خيارات، باهي خلينا نعملو لالينيمون لاكس نتاع الموتور مع لاكس هذا زيرو الاتجاه الاخر. اوكي نجمو نحطو زوز موتورات في نفس الاتجاه، ونجمو نحطو بالعكس، معناها موتور من الاتجاه منا وموتور من الاتجاه منا، وباش نربحو اون كومبرومون محل نجمو نسكرو الماكينة منا نحطو الموتورات من نفس الاتجاه. هات نشوفو كيفاش باش تكون الكومبينيزون. لو نحطو الموتور هذايا منا اوكي نجم نحط الموتور الاخر مغاتي، هاي براحتهم زوز من نفس الاتجاه. وكاو نقلب سون زيرو فرد اكس. اوكي تقريبا لي دي موتور زوز موتورات باش يكونوا هكا.
هم ميسوش في بعضهم، حتى كي نحطهم هكا فيرتيكال وي فيرتيكال هكا ميمسوش. فيرتيكال ميمسوش. باهي هنا نحطهم الزوز فرد بلان، البلان هذايا باراليل للبلان هذايا 0 دوغري، والبلان هذايا والبلان بتاع الماكينة 0 دوغري. اوكي قدرنا حاجة أخيرة، باش نحطو لي دو بلان باش ما يتجبدوش هكا وهكا، هو لأن لازم يكون فما أن كوبلومون بيناتهم، كاوتشوك ولا اكوبلومون إلاستيك ولا ريجيد أكثر باش يكون إلاستيك. دونك نجمو نبعدو المحل عنا البضاعة، تشوفو من الفوق وحتى هكا نجمو نلحقو. دونك باش نحطهم هكا، باش نحط لي دو بلون هذوما، هذا وهذا فرد بلون زيرو بيناتهم، زوز فرد اليني فرد بلون. وباش نحط هذا والفاس هذه بتاع الماكينة وبيناتهم 83، نجم نحط 90 موان 90، نعمل طلة من فوق. اوكي باهي 9 سنتي بيناتهم، باهي سي بون. هكا هذوما لي دو موتور ركبو، زوز موتورات. يجي الفيو خاطر ريفليكس ريفليكسيون ولا تقلقني هكا، حتى الشادو نحاه باهي. ولو عندي لي دو موتور و ستركتور متاع الماكينة، توا باش نعمل التابلو. دونك البارتي اللي منا نجم لازمها تتغلف تو الماكينة، الأكثرية باش نمشي في بليكسي جلاس ترانسبارون. وإلا هو هكا سي بلوز اكسيسيبل للتنظيف، دونك منا ما نسكرهاش. لا نجم نسكرهاش الماكينة، نخليها كي محلولة. باهي خلينا نعملو تصور للمنظر متاعها. باهي خلينا نعملو البلاكة اللي بيشد فيها الموتورات، دونك نسميه سيبور موتور. في السنتر اوكي، جي التولز نبدلها متريك من الانش مليمتر كيلوغرام. اوكي تحولها الى طول، وناخدو طول 2 مليمتر ولا 3 مليمتر ما قلقش، هي 2 مليمتر. لا هي السيبور متاع موتورات، ما نحطو 3 مليمتر. ستينلس ستيل ولا ستيل، طبعا بعد نقرر شنو هو الماتيريال اللي باش نخدمو بيه. طب باش نرجع لهنا، باش نجي دو موتور اللي هو هذا هكا. اوكي هكا لازمني نعمل بروجيكسيون الموتور، تقريبا الفيكساسيون بتاعو باش تكون بلي تروا السيركل هذا. هذه واحدة، هذه اثنين، وهذه فيزيبيليتي لازم نشوفها هكا، هذه ثلاثة. ونجمو نعملو بروجيكسيون للاكس موتور هكا، ونكرر نفس العملية للموتور الثاني. بلاست لاكس فيكساسيون الأولى، فيكساسيون الثانية،
فيكساسيون تاعتي بلاص الموتور بطبيعة، باش نزيد فيها شوي 15، نجم نحط 25، نجم نحط لهنا زاد 25 أخرى. توا باش نجي نكدري هذا الكل، ما يلزمنيش نخرج على الديمونسيون بتاع الماكينة الكبيرة. اوكي، نجم نكون لهنا لهنا، نحط فاس هنا لنا زيرو، نحط فاس هنا لنا زيرو، نعمل بروجيكسيون على الباز هذه. لا محالة نجم نلعب لعبة أخرى، نقولكم كيفاش نعمل. منا لنا 50، منا لنا 50، نتعداو 50 50. اوكي سي بيان، هكا نعملو اون فاس طالع هكا، زيد هذم سكرهم جوست باش نخلي بلاصة البولونات. اما نحب نثبت في الاتجاه نتاع الطالع ولا شيت اوف ميتال ولا قدام الواحد سي بيان. اوكي دونك ولات عندنا توا بلاكة ولا سيبور ولا طولة ولا سمي كيما تحب تسميها، اللي هي هكا اللي بتزلنا لي دو موتور. نجم هذيا توا نعمل لها فلانج هكا، اما مانيش باش نختار، باش نختار مثلا 50، اما باش نبدل الزاوية نحط مثلا 45، 45 درجة، لا نحط 40 درجة. باهي اوكي، نحط 100 مثلا، وي باش تطبع غادي. باهي هكاكا باهي، اما مش 100، باش نحط 80، 75، برشا 75، نحطو 70. مو 70 مش بيرفكت، اقل 70، حطوا 65، وي 65 بيرفكت. باهي 65 منا، ونرجع نعاودو نفس العملية نبطي لو تاني. اوكي اما نجم نزيد لونجل شوية، نحط 39 زعما، 39 وي 39 دوغري. باهي ابليكي اوكي. دونك ولات عندنا بياسة هكا، نجيو توا لنا نفس العملية، اما باش نرجعو في الاتجاه المعاكس. اما جيس باش نعملو 40 هكا، 40 40 دونك باش تولي عندنا بياسة هكا تقريبا. ابليكي اوكي، نجمو نجيو في الفاس هذيا باش نفكسيو البياسة هذي، نعملو بروجيكت بروجيكت ولا جست نجمو اوكي نجمو نعملو هكا. نعملو خط الوسط بيناتهم، خط سجين بياس سيمتريك هي، نجي في الوسط نتاعها، نجم نعمل سيركل في الوسط في الوسط في الوسط في الوسط. اوكي هذا الوسط، نجم نعمل بولون دو ويت
وبعد البنو هدايا نقبة مش نعوضه منا، مش نعوضه منا نقلب الاتجاه، نعمل كل 30 سنتي، كل 30 مليمتر، حتى 50 مليمتر، سيبو 50 50 زوز، نعمل 3 منا وثلاثة منا، نبليكي اوكي، بعد نختار هاد ما يزوز ونعمل لهم ميروار الخطة ضايع، نبليكي اوكي مي. فينيش نجي تو نعمل نقب نقبة 2 3 4 5، هذا متاع السيبور موتور في الشاسي، 1 2 3 4 5، ابليكي اوكي. نجمو نعملو اون بتيت شونفران لنا في الكوان هيك صغيرة، ما يخرجش طالع، خمسة مليمتر حتى 10 ما يقلقش. الدور نجي هذي نحطها كروم بوليش عادية، نجم نبدل لها كولور، هنحطها مثلا ما يقلقش مثلا فيولي ولا روز ولا خضراء، دونك المونتاج توا سجلوا كل شيء سيف يس تو اول اوكي. البارتي هذه باش تقعد اكسبوزي، دونك ينجم ينظف يدخل يده وينظف منا، لكن كوتي سيكوريتي نجمو نعملو حاجة أخرى تو بعد نغلفوها نسكروها مع جنب منا ومنا، دي مونتاج متاع تنابر دونك يحل البولونات منا ويخرج، دي مونتاج تاع لي موتور بلاك منا تتنحى يتنحى معاها لي دو موتور. باهي نجم توا الفكرة متاع الفيكساسيون متاع التابلو، دونك كزمني نرجع للبياس هذه مرة أخرى ونعمل فلانج بتسعين دقري، نفس الشيء للاتجاه الآخر 90 دقري 90 دقري 90 دقري، هذه ظهر لي باش تعبنا في كيف نعمل فلات باترن، خلينا نجربوها نشوفوها ظهر لي ما سي اون بيس امبوسيبل باش تترياليز، نعمل فلات باترن وي ما ماسين في بعضها كنسل وكده غلط هكا، لا ما تنجحش هكا. باش نعمل نعملو نرجعو نحيو هذا الفلانج هذا ديليت، باش نعملو لعبة أخرى باهي اوكي، حتى نعملو سيبور للي دو موتور صح هكا، نعملو سيبور لين يتغطاو لي دو موتور، قولو 80 وي 80 باهي اوكي، 80 باهي. بعد نرجع نعمل ثمانين أخرى، نعمل 60،
بيستوى لونها بتوع هكا، وبعدين بدلوا ما يمسيش نخلوه 80. اوكي نمشيو الفلات باترن نشوفوها كيفاش باش تطلع. اوكي تقريبا البياسة باش تكون هكا. قداش عندنا من بلي؟ هذوما اللي بلي اللي عندنا باهي. دكور توا نزيدو. نفكروا لها دي كيفاش نعملوا لها. باي اوكي مش مشكل، نزيدوا بياسة اخرى مش مولونا نبو نعملوا بسموها داشبورد ولا كنترولر. باي باش نجي نخدمها على الفاس هذية. اوكي كالعادة نمشي للطول نبدلوها مليمتر كيلوغرام. طول 3 مليمتر الثيكنس بتاع الطول. نصور على البلان هذا. باش نعملو بروجيكت. هذي. كان الأسهل إني من هيك ميتين تسعة وعشرين. جينا في الفاس هذه توا باش نزيد فيها باش نعمل بروجيكسيون حتى لنوصل لهذا.
لا فوت ال فهي مش مشكلة. جيل الفاس هذه باش نعمل بروجيكت الخط هذايا باش نقص البارتي هذه. بدات الأمور تتعقد شوية. قول نرجع للشيت شوف فلانج مش تعطيني. نوب باي نرجع للإكسترود. مش الإكسترود هذا كان نرجع بقى مش مشكلة. طب نعاود إكسترود آخري بروجيكت لازم يكير. نرجع نشوف الفلانج البلي هيك اوكي 90 ناخد 65 درجة. باش نعملو باش نعملو فانت سانك ايوان ميزيري وخاي لونج البين هادي هادي 141 لونج بتعطينا 39 180 إلى 141 39 39 اوكي مش مشكل. مش ناخذ 100 مثلا نجمو ناخدو 100 و 130. هي عاد 18 14 هاي اوكي هاي قلقش نجمو نجيبو للفاس هذي. نعملوها تتربط مع الفصل الكبيرة دونك كيقولو 90 139 نحطو 45 لا 60 برشا 60 55 كيف كيف لا 50
56 دجري باهي. طول حطه 60 80 70 باهي. الفيو طول لنا بس النجم خلوها كيكة، ولا النجم نزيدوها حاجة أخرى باهي، خليها كيكة تمام مش مشكلة. تسعين دجري يوم نخرجوا بها شوي، مش برشا، متوسطة كبه. نفس العملية من الاتجاه الآخر. اوكي بنجيو لهذي توا، نصوروا فيها حاجة باش نعملوا بروجيكسيون. لأن عملنا دونك نجمو نعملو أبكي ولا حتى كي نعملوها متعدي على الكل زاد ما يقلقش. والبوم بس ما نسكروش على رواحنا. فينيش ان شاء الله نتعداو، تعدينا به لاباس. نشوفو الفلات متاعها مي تنجح. نرجع الاتجاه الاخر نفس الشيء. بس باش نعمل بروجيكت الفاس هادي
ماشي. ليش؟ فين المشكلة؟ كنتور مسكر ما فيه حد شيء. باهي نرجع لهذه تنقلب كيفاش تفاديا للمشاكل. احنا مش نعملوها هكاكا. الفلانج هذا اخترت مديان به نبعد كيك. كلوز لوب باش نبدأ تو في الواحد تاع الانفنتري. هاي تعرف كيفاش هذه بارتي وهذه بارتي اكسبت. علاش شنيا مشكلتك؟
هيتر كيفاش ها مش قلت مش باش نعمل طبعا. ناحي سكتش باي ديليت ديليت يس كلي هكا اوكي هذه 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 سكر الكونتور قلقش منا لنا نهبطو نفضل لنا نخرج مثلا ب10 هكا وهكا قلقش نختارو اونجل بيناتهم كارون دوكري مثلا هكا نرجع نسكر منا لنا كلوزد لوب ولا لا ما نعرفوش شوف بيه سي بون هكا هكا باهي هذوما المشاكل اللي يصيروا في ال في الكونسيبسيون ويكسروا لك كرايمك باهي ترى كيفاش انا باش نعطيكم حل اخر تو فسخ علينا السكتش هذا الليت فسخ علينا الفلانج هذا هي ميل بيس هكا هاي نعملوها نعملوها بيس او اينوتر بيس وكاو هون النجم فرصيها بالسيف معناها البياسة ذيك اما اسهل اني نعمل بياسة اخرى طبعا نربطهم في بعضهم نسيني مش ممكن نكسر في مخي معاها مانيش نوصل لحد شيء
نعمل بروجيكسيون مني تكون جباري بتاع ال جباري دو بلياج. نجم نعملها انكلوي في وسطها ونجم نعملها قلقت بها. نعمل بروجيكسيون لهذا بروجيكسيون لهذا. ما هي يهمش بدي ديزاين هكا وكهو. نجم نعملها انكلوي في وسط البياسة ولا نعملها لبرا ولا نعملها لداخل. الداخل باش يكون عندي ذلك كل زيوت مطير باش تمس كله في بعضها. روح الداخلي بس مس في الاخرى. بون هذا بيولي كله يتلحم منا ومنا. هذا كله لحام ويتقص. نجمو نجيو لنا نعملو بديت حاجة صغيرة. نعمل كونجي نكسر لونجل هذي 30 مثلا عشان تجي اونجل هكيكا قوية. باش نعاود نفس البياسة الفاس هذه. نعمل بروجيكت فينيش فاس اخرى. اوكي فينيش. ايه معنا كاش لي دو موتور. فيزيبيليتي فيزيبيليتي اوكي. هذا ما توا لازم نحطهم بالازرق. نرجع لهذه لازم نقص. نعمل بروجيكسيون هكا هكا هكا. فينيش نعمل اكسترود الفاس هذي وهذي. نعمل اكستريت اول
جيل الفساديه. خليت عدى في التابلو مية وتلاتين على ثمانية. أو لا لا أوه ما هي كمان تعديوش اسبكتي مصر يوم ان لنا قديش 81 زح 81 فينيش ديليت اكسبت اوكي اوكي اكسبت ب اوكي باش نرجع لنا اكسبت مية وثلاثين على ثمانين شنو اللون هزو تابلو برك فينيش
130 على 80. عندنا ما عندناش برش اسباس. اذا نولوا نزيدوا نوخره. نزيدو نوخرو التابلو ولا نعملو تابلو من الاتجاه الاخر. نعملوها فوق دو. فينيش اكسبت. اوكي. ما با دو بروبليم. هذاك كله ديزاين وبرا، ماهوش حاجة كبيرة. ليه عاد اوكي وزي شنو مشكلتك؟
بنرجع توا للتابلو. سكتش هذا نحطو سنتري بروجيكت للفاز. نجمو نبدو ب20، ما نبدوش ب20، اوكي نجمو نبدو ب20 مقلقش. 30 مش مشكل. فينيش يو السكتش الثاني. جست شوف هو الملاطة قديش تبعد. 14، لا بعد ملاطة ب20 وخلوها. اوكي مرجو نعملو ديكوب لنا. ابليكي مرجو نعملو ديكوب لنا. ابليكي اوكي. لازم نحي فيزيبيليتي نتاع لي سكتش هاذوما. هذه المحالة مانيش ندخلو في الواحد، خاطر في حقيقة الأمر باش يكون فما مش مفسر لكم شنو باش نعمل. اني هاكي هذا نجي نحط ايماج لازمني يقصها لي ماجا ذيك. هو نحنا باش نستعملو الفارياتور هذاي، هو تقريبا فيه 129 على 81.5. باهي دونك نحطو 130 دونك 82. نرجع نبدل هذي 82. نبدل هذه 82. كات الثانية 82. حلو هذا هو هكا. نجمو ناخذ التصويرة هذه
تقريبا ما يقلقش. سيف نرجع سكتش هذي الإيماج هذي نفسخها باش نسير يونات إيماج. كنا عنا حاجة هيك نحب نثبت في السباس اللي عندنا لنا نورا ال عندنا 37 مليمتر. 37 مليمتر معناها لازمنا نلقاو لنا اسبكت من عشرة سنتي بعد برشا ومن 6 سنتون كنت تعديهم رجلي. باهي نرجعو للبارتي الفوقانية هو النجم هو باهي خلينا نجيو لنا صحيكا نزيدو بلاصة بولونات نمشي ونحط سلوت لنا سيس بيس
Listo. Sí. Je me la repère le centre avec. Fixation à kick. بون ماهيش مشكل هذاك الكل ماهيش مشكل دونك لنا هكا ينجم يعدي منا خلينا نشوفو انسبكت من لنا يعدي الطبق نتاعو 40 بكل سهولة الاكسيسيبيليتي نتاع السلعة باش يطيش السلعة لنا دونك دو فارياتور هذوما باش كومونديو لي دو موتور البلوك ديليمونتاسيون نجم نحطوها ابار على جنب تقريبا هيك اوكي هذا هو كمل جزء اخر جزء تفاصيل صغيره السلام عليكم